أهلا بكم محبي مسلسل أمر أخلاق، إليكم ملخص الحلقة السابعة. بدري بتروح لبيت أهل هذا علاني محمد بيلحقها، عمشة بتروح بتجيب ورد لحميدان هدية بعيد ميلاده، بتتذكر لون الورد اللي بيحبه بمناسبة عيد ميلاده. دلال بتشوف عمشة جايبة الورد وبتقول ماما جايبة ورد لحميدان، بتقول لعمشة خليكي بحالك. دلال زعلاني وبتقول لزبيدة عامر زعلان مني. عمشة بتصادف سندس وهي طالعة من البيت وبتشوف الورد، بتقول له هذا الورد اللي بيحبه حميدان. عمشة فرحاني وتشغل أغاني بمناسبة عيد حميدان. حميدان بيرجع للبيت وبيسمع صوت الأغاني وبيرقص جوري، بتقول بتذكرني وقت اللي كنت صغير كنت بحب هيك موسيقى والأغاني كتير. حميدان بيخانق جوري وبيقول أحترميني، وعمشة بتدافع عن جوري وبتسأله ليش ما جاب سمك، لأنه عازمي نوال. حميدان بيطلب من عمشة مفتاح السيارة لجزاع، أو جزاء بيروح بيقول له عمشة ودلال وجوري مع بعض، وبيعتذر من أمه وبتطلب منه ما يتأخر ويكون الساعة 9 بالليل لأنه حفل عيد ميلاد حميدان اليوم. نوال بتستسرج عامر وبتقول له بدي اتزوج دلال، وأبو عامر بيرفض، ونوال بتقول بدي اتزوج ابني وأفرح فيه. دلال بتعمل خطة وتروح لسيارة عامر وتعتذر منه، وبعد بتعمل حالة مجنونة ومريضة وما حد بيحبها، وعامر بيتعاطف معها وبيصالحها.